اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم شلونكم متابعينا شخباركم يا, يا ربي تكونون مليون ألف ألف خير ورجعت وياكم في هذا الفيديو الجديد فيديو المشتريات إن شاء الله هذا الفيديو شني جدي <applause> <applause> إن شاء الله هذا الفيديو يعجبكم يقونا ما شافتني نزلت الموبايل بدل جيجا مالتها بلشت وقبل لا ابلش راح اذكركم المسابقه المسابقه ان شاء الله بقت ايام قليله وراح تنتهي يلا وهاي الجوائز لسه منتظرتكم منتظرت منتظرتكم لحد الان ما خليتها بكارتونات ولا شيء منتظره من يفوز حتى اخليه بالكارتون وتوصلكم الهديه الباب البيت بالنسبة للبنات اللي ما مشتركات يلا اشتركوش منتظرين إن شاء الله حظكم وياي يكون حلو، وإن شاء الله الفوز وياي يكون للي ما فازوا وباقي القنوات إن شاء الله يفوزون وياي الشروط كلش سهلة تطبقينها تفوزين إن شاء الله يدخل اسمك بالقرعة وتفوزين تشتركين بكل القنوات اللي أنا مشتركة بيها وتفعلين الجرس وترجعين الشاهدين وتعلقين الهم، وإن شاء الله الفوز وياي أكيد مية بالمية. يلا ومنى متحمس للفوز ما بقى شيء يلا حتى ايقونه قامت تصوت لكم اه حتى تفوزون يلا يلا بنات اشتركوا اشتركوا اكيد اكيد يعني راح تفوزون مية بالمية يلا بس طبقوا الشروط اهم شي تطبيق الشروط وهسا شنو هاي الجوائز كلها بانتظاركم وراح نبلش الفيديو اه اليوم مشتريات من حاجة الف اشتريت يعني هالعلاقة ثلاثة مسطرات بديت باول علاقة افتحها طبعا اول شيء هاي بالف صحن وغلاس هذا اني اشتريت ليقونه اما بالنسبه ذني يعني في دنا برمضان خليه شيء مشكل عادي ترين توقين تاخذين تبقين اما السعر مالته ألف دينار صحن يعني في برمضان عندكم هاي المملحه اكيد لابد ما شايفينها هواي تطلع شلونكم بنات شخباركم صحتكم شلونها شلونكم ويا شلون الامتحانات يا رب اسال الله يكون ان شاء الله الكل نجاحي ولو هي ما شاء الله تدرون جاء الاختراع وعود يمتحنون يقولون خاله قلت ما بشرو جاوبتوا قالوا خاله هو احنا غير درسنا حتى نجاوب يعني جايين ما شاء الله هما ما يدرسون على الموبايل يعني صغار صف ثالث يعني حتى لو يدرس ما راح يفتهم على الموبايل هو سالفتي يقول هو مدرسة وما مفتهمين هو النوب على الموبايل فالمهم صدق راح يكون قالوا وخالة هو احنا شنو درسنا حتى نمتحن يعني بدون يعني لا دراسة ولا شيء وما ادري شلون تصفى بس ان شاء الله ان شاء الله الله يسهل الامتحانات اشترى ذنيش المناتشيس الصغيرونات هم الف وذن الصحون يفيدن للخضروات هم على الف دينار هاي شنو يقين؟ أتمنى من عدكم اذا أول مرة تشوفون قناتى تشتركون بها اذا أول مرة يعنى واذا من زمان شايفينها لا اكيد مشتركين مئة بالمئة اذا ما مشتركين اشتركوا واذا شاهدون هذا الفيديو أتمنى منكم تخلونا لايك هاى الهراسة الف دينار هذا الصحن هم عجبنى يعنى حلو هاى الصحونة تجى مشكلة يعنى مو شكل واحد هم سعره الف دينار وهسة بعدنا بالعلاقة أه الأولى هن طبعا ثلاث علاليق ذني اللقطات على خمسمية خمسمية <hesitation> بس هذي الكاسات لا عجبنى طبعا ذني مو خمسمية ، هذا السيت كامل سعره خمسة الاف دينار ، بنات هواي يسألونى على مواد الكيك منين أجيبهن طبعا هم صورتلكم ، وهسا أراويكم ، ذني الكاسات شكلهن كلش حلو سعرهن خمسة الاف. يعني هاي تسوين بين حلويات او شي كلش حلو صورت لكم وحكيت لكم شلون ومنين اشتري شوفوا يعني شوفوا شوفوا من يشوف هاي البزونه وانا مخليتها وجاي اصور وياها والله بنات اليوم كلش يعني ما أله حق بين عيالي وبين بيتي وبين هاي البزيزينه الخامساتني خبص ما خليتني اشوف درب ما بطلت بس يعني. وهالايام مشغوله بشغل الكيك يعني بعيد الام تحضيرات فهاي اهميه ارد اقول الخرماشه <applause> مو برعشة الف دينار وهاي التحفية الف دينار بس هاي الماسعه ما ادري هات 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 ب ونص اما هذا القالب شايفينها مال البسبوسه وها تصير بيها كليجه وهاي الاثرم عليها تخته تختلو بكرة. وهاي للكيك هم ألف دينار لا ألفين دينار يمكن بنات طبعا هاي الشغلات كلها تحتاجينها برمضان حلوة وهم تغيير يعني شوية سالفة يقول وهاي ماشي فرتة ماشي هذه وهذا ماس خشب أو شفتير زين السكاشي الناعمة وهاي عدة هالراسة يعني تهرس الثوم هسه خلصنا العلاقة الثانية طبعا يمكن علاقة الثالثة راح هواي تعجبكم لان ادري بيكم تحبون شغلات مال الكيك بنا سولفونا شنو جبت العيد الام ما جبته طبعا هواي اعتذر من عندكم ما قاعد اقدر ارد على التعليقات بنات والله العظيم عندي ظرف يعني كلش كلش شاغلني ان شاء الله باقرب وقت ارجع لكم من جديد ان شاء الله يعني انا راجعة وياكم بس يوم ما قاعدة اقدر ارد على التعليقات ان شاء الله منها ورايح ارد على تعليقاتكم على تعليقاتكم يعني ما أتوه من السحق إيه جبت هذا تشيس الورد جبت بيكم باودر وفان إيه طبعا اسعارهن ما ادري ما اتذكر ما حاضر اسعارهن بس انا هم راح اخلي لكم بيج هذا المحل اللي سوقت من عده عده تفصيل كل المحافظات هذه الشم شموع باكر اريد اسوي الصينيه الزكريا طبعا العام سويتها وطلبت حاجه ما شاء الله ورا ايام تحققت والسنه ان شاء الله وفي نذر العام سويتها وقلت اذا الله والحسين واهل البيت الطونيا ان شاء الله سنتي جايه انا يعني هم اسوي الصينيه الزكريا فان شاء الله هاي السنه هم راح اسويها ذني القواعد مال الكيك كيلو نص كيلو صغار ونص كيلو كبار كريمة الشان تيجي بتثنين بس هاي بس وحدة ذي تجا اشتغل بيها وهاي طبعا تجي ويا الفرشة وهذا المحسن بنات هواي هواي من عندكم سالين المحسن شنو يمكن جاوبت انا بذاك الفيديو هذا المحسن المحسن يساعد الخلاط حتى ما يشلع قلبها بسرعة تطلع وتخلي الكيكة بيضة وتن... يعني هي مو شغلة نفش وأنا ما ساعد بالخلط خلط جبت ذني جبت لون أحمر ألف دينار جبت هاي التعديل ومالت تستقل وجبت هذا الكيلو والنشا طبعا عندنا أغراض الكيك اللي جبتهن وبعد ما أدري شنو جبت وياهن هذا كلهن صارن خمسين ألف طبعا شنو تعبال عود ثلاثين ألف حاسب حسابي للكيك أشتري شالات بثلاثين تالي ما شاء الله طلعن خمسين ألف مو هنا ولا معين لا بس هنا هنا مال كيك اما بالنسبه هنا هنا شني اشترينا صندوق عشوائي سعره خمسة وعشرين الف التوصيل خمسة اه الاف من عالفيس طلبنا وقلنا خلينا نشوف شنو بي طبعا يجي مكبوس ومقبط وكامل انا هنا قاعدة افتحه وياكم الحظ مالتنا اول شي يعني مثل النشرة شغلينها عدت ذني لاستيكات مخلينها ثاري هنا مالت كارونة هاي شوية هدية زينة ساعة رجالية شوية هديتهم يعني هاي الزينة والله هو يعني شي لكم وهو ويا سعر ثلاثين لان الشغلات اللي بيه يعني انا حسابتهن بحسابي طلعنا على خمسة الاف هاي كلها تارسين لي ضخاخات مال سيارة وأسماء وبعد اكو هذه هاي شوية حلوة بي يعني تسوى آه الفيل ذكرت بالهنود صندوق عشوائي يعني حبيت اصوره وياكم بس يعني هو شغلاته مو كلش حلوة وهذا محل اللي سوقنا من عدة اللي سوقنا شغلات الكيك عنده شغلات عياد ميلاد كلش حلوة وشموع وكل شي كل شيء تردينا موجود عدة بنات همية شنو راح خليكم البيج مالته مال فيس هم عندهم فيس وعدهم هاي الثيم مال ال مال ميلاد شموع كل شو كراشي متوفر عندهم متوفر عندهم ختمة توصيل لكل المحافظات تقدرون ما تطلبون من عندهم يمكن يمكن أسواق العيد ميلاد مع يقونه من عندهم هاي هنا طبعا جاي يوزنونا أخذت الغراض اللي أريدهن من عندهم حتى يعني نحضر ونجهز للكيك والأعياد الميلاد اللي جاية والطلبيات إن شاء الله بنات أتمنى من عندكم إذا أول مرة تشوفون قناتي تشتركون بها دعم وخلينا لايك تخلونا مليون أهلا وسهلا كل متابعين القديمين والجديدين طبعا المجمع اسمه مجمع الدولفين هذه الجهة الثانية وكله يبيع أكثر شي جملة لأن هو يعني مجمع بعد يعني أكثر شي عدهم الجملة متوفرة، هاي الجهة الثانية لأ لأ مو للكيك طبعا مخلين مواد تجميل بهذي الجهة، مرات تحتارين منين تشترين بس دائما اسألي انتي قولي مثلا انت الحين اريد شغلات كيك مو فقط عند العطارية يعني دائما تلقينها متواجدة عند أهل المجمعات هاي الشغلات. هذا مسواقنا هنا طبعا قاعدين يرتبون بيه وحاسبونه ولهنا انتهى الفيديو مالتنا ومع الف الف سلامه